من زمان يا باسنت كنت بشوف دايما مطالبات ان اطلقوا يد ابنائنا في كليات الفنون الجميله، سيبوهم بس يطوروا يرسموا يبدعوا. بنشوف لما بياخدوا تصريح علشان يعملوا حته صغيره بيعملوها يعني احلى حاجه طبعا احلى حاجه. وبعدين كم القبح اللي موجود في بعض مثلا اسوار المدارس، الاعلانات اللي مش عارف ايه، الورق اللي متلزق، كل ده لما تيجي ترسم صوره محمد صلاح ترسم صوره منظر تشكيلي بتخلي الدنيا عاملة ازاي. ولكم طبعا في النوبة خير دليل، لان هم الناس هناك مبدعين جدا. احنا نفسنا نشوف ده بيحصل في كل بلدنا، لكن اللي حاصل في سيوة ربما يبقى ليه شخصية مختلفة، لان الواحة دي ليها ايضا شخصية مختلفة. الواحة دي لو تعرفوا بتجذب ملايين الزوار سنويا، وهي حالة لوحدها ما بين الحالات اللي موجودة في السياحة المصرية. ده حقيقي. يعني انت اكيد عارفه سيوه، رحت سيوه قبل كده؟ للاسف ما روحتش، بس ناس كتيره قوي يعني قعدوا يحكوا لي عنها لدرجه ان انا فعلا نفسي اروحها. ومن الحاجات اللي على التوب ليست عندي يعني في اولوياتي ان انا ان شاء الله هروحها من كتر الجمال اللي شفته وليها طبع خاص بيها. دي معجزه في قلب الصحراء حقيقي. خلينا نعرف تفاصيل اكتر بقى يا مصطفى عن الملتقى ده. معانا عبر الهاتف الاستاذ محمد عمران، منسق ملتقى سيوه الدولي الخامس للفنون. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير استاذه بسام، صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير لكل مشاهدي، صباح الخير يا مصطفى. صباح الفل عليك. استاذ محمد كلمنا، ناويين تعملوا ايه في الواحه؟ يعني خطتكم ايه تحديدا؟ طبعا زي ما اشار التقرير وزي ما حضرتكم كلمتوا ان سيوه حاله خاصه وحاله فريده وليها خصوصيه شديده جدا في كل شيء فيها. دايما احنا عندنا التحدي الاكبر هو مدى قدره سيوه ان هي تحافظ على الهويه الخاصه بها، هويه معماريه ثقافيه طبيعه خلابه. فبالتالي من خلال العديد من المبادرات بيتم تنفيذ اعمال بتساهم في استدامه عماره سيوه وجمال واحه سيوه. ملتقى سيوه للفنون بدا في دورته الاولى عام 2019، وكان طبعا يعني ملتقى دولي بمشاركه عدد كبير من الفنانين التشكيليين من الدول العربيه الشقيقه وبعض الدول الفنانين من الدول الأجنبية الصديقة. في هذه المرة تحديدا هذه الدورة هناك مشاركة لعدد 26 من الفنانين التشكيليين من معظم محافظات الجمهورية ومن كليات الفنون الجميلة وأقسام العمارة. هذه النسخة تأتي بعنوان في حب سيوة. الملتقى هيستمر إن شاء الله من الأول حتى السابع من مارس الحالي، ويهدف إلى وضع علامات وإبراز جمال سيوة من خلال أعمال فنية متنوعة في منها ما يتعلق بالنحت، وده هيكون من خلال إن شاء الله العمل على تجسيد المعالم السياحية والأثرية لواحة سيوة من خلال بوابة سيوة اللي تم تصميمها بما يتوافق وطبيعة سيوة المعمارية. طبعا معروف أن واحة سيوة العمارة فيها متفردة وهي ما تسمى بعمارة الكرشيف، وهو حجر ملحي من الطين والرمال والأملاح. وتم تصميم البوابة بحيث أن هي تكون يعني معبرة عن الهوية الخاصة بواحة سيوة. فمن خلال الملتقى إن شاء الله هيكون في يعني مجسمات لمعالم واحد سيوة كقلعة شالي، عين كليوباترا، يعني معبد الإسكندر، بحيرات الملح، كل المعالم المستوحاة من بيئة سيوة إن شاء الله هتكون موجودة على بوابة سيوة، بجانب عمل لوحات فنية أيضا مستوحاة من بيئة سيوة يتم وضعها في الميادين العامة، ولكن هتكون متنقلة لأن هي هتكون يعني رسم على الخشب بحيث هي تستخدم لأكثر من غرض ولأكثر من مكان في توقيتات مختلفة. الكل يعمل من أجل أن يساهم ويضع بصمة في الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على الهوية الخاصة بواحة سيوة من خلال الملتقى. لدينا قامات فنية وإبداعية كبيرة
بتشارك في الملتقى، وهناك اهتمام كبير على أعلى مستوى من محافظة مطروح وعلى رأسها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وكان في استقبال للفنانين برئاسة مركز ومدينة سيوة من خلال الأستاذ محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة والأستاذ أحمد علي سكرتير عام مركز ومدينة سيوة، والكل أكد على أن هذه الزيارة ستكون إسهام حقيقي لإبراز جمال واحة سيوة. يعني مهمة حضرتك يعني والفريق كله هتبقى صعبة شوية، لأنه سيوة بالفعل جميلة جدا جدا، فإن أنتوا تضيفوا لهذا الجمال جمال يعني مهمة صعبة، لكن أنتوا قدها. إيه الرسائل اللي أنتوا عايزين تقدموها من ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون؟ وإيه اللي أنتوا يعني، هل في فيجن معينة، رؤية معينة للرسومات يمكن اللي حابين تعملوها؟ طبعا يعني الملتقى سيوة للفنون بيستهدف إبراز جمال واحة سيوة، ليس فقط من خلال الزيارة الميدانية اللي بتتم على مدار أسبوع لواحة سيوة، ولكن يعني الذهن بيكون به العديد من ملامح سيوة، بيتم بعد كده الاستفادة من الثراء الكبير اللي بتحويه واحة سيوة من خلال المعارض المختلفة، من خلال الملتقيات المختلفة، سواء ما يتعلق بالأزياء، سواء ما يتعلق بالحرف اليدوية اللي بتشتهر بها واحة سيوة، كل ده بيتم إبرازه ليس فقط على أرض واحة سيوة من خلال الملتقى، ولكن أيضا من خلال المعارض والمشاركات المختلفة للفنانين المشاركين لإبراز سيوة في كل المحافل. عايزين نقول إن سيوة بلد جميلة جدا، ثرية جدا في العناصر الجمالية اللي بتحويها الواحة، وتنوع كبير. أيضا الثقافة السيوية مطلوب جدا أن الناس تتعرف عليها وتتعرف على اللهجة السيوية وثقافة أهل واحة سيوة. كل دي رسائل يعني من خلال القوة الناعمة، من خلال الفن، من خلال الفنون التشكيلية بتوصل للعالم كله. أما بالنسبة للملتقى على أرض الواقع، فالمشاركة هذه المرة كما أشرت هي أن يضع كل فنان بصمة في حب سيوة من خلال العمل الفني اللي مشارك به، سواء في بوابة سيوة أو من خلال اللوحات الفنية اللي صحيح بيتم العمل فيها بالفعل. طيب أستاذ عمران، يعني اللي فهمته من حضرتك ان في عدد كبير من الاساتذه الفنون التشكيليه والاكاديميين اللي هيجوا يعملوا هذه المجسمات اللي ربما بنشوف ملامحها موجوده في يعني كل مدخل مدينه او كل مدخل محافظه، ولكن ليه ما يبقاش في مساهمات من تلاميذهم من الشباب الصغير، بدل ما البيوت في سيوه زي ما تبقى يعني محطوط عليها حاجات، ليه ما تبقاش زي بيوت النوبة يبقى فيها كل المعالم، يبقى فيها قلعة شالي، يبقى فيها ملامح عن الإسكندر، ملامح عن أهم العيون اللي موجودة هناك، عن الشخصيات المصرية المهمة اللي زارت سيوة. أنا قصدي الفن، مش الفن الشعبي، ولكن الرسومات اللي موجودة. أي أي بالظبط، بدل ما يبقى الموضوع رسمي كده، ليه ما يبقاش لون من الالوان وتبقى حاجه كده جميله زي النوبه؟ انا بفكر معاك بصوت عالي بس. هو احنا يعني في سيوة تم تنفيذ فعلا مبادره عن تجميل المناطق المختلفه بواحد سيوة، ودي بتتم من خلال المساهمه من ابناء سيوة نفسهم. احنا عندنا مجموعه من ابنائنا ابناء سيوة الفنانين الفطريين التلقائيين زي الفنان يوسف ابراهيم، وهو بالفعل مشارك في الملتقى، عمل لنا جدارية بتحكي قصة قلعة شالي الأثرية، وده يعني واحد من أبناء سيوة. عندنا شباب حولوا شكل محولات الكهرباء بشكلها التلقائي الطبيعي اللي احنا كلنا عارفينه، رسموا عليها لوحات فنية بالفعل مستوحاة من بيئة سيوة. كمان بيتم العمل على توحيد واجهات البيوت باللون الذي يتناسب مع عمارة سيوة، وشباب سيوة وأهالي سيوة
بيرسموا زي ما حضرتك اشرت عيون المياه، أشجار النخيل بشكل بسيط وبشكل تلقائي مستوحى من بيئة سيوة. فهناك مبادرات قد يعني تحمل بعض الشيء يعني الجانب الرسمي، وهناك أيضا مبادرات بتتم من خلال محبين كثر لواحة سيوة بشكل بسيط وبشكل بدون يعني الدخول في الرسميات. وهناك أيضا مبادرات بتعمل على تجميل سيوة من خلال مناحي أخرى زي مثلا اتحضر للأخضر، بدل ما احنا مثلا بنلجأ لاستخدام عبوات بلاستيك، لا احنا عندنا جريد النخيل ممكن يتعامل به عبوات جميلة مستوحاة من بيئة سيوة، بنستفيد من الموارد الموجودة داخل الواحة بان احنا نعمل شنطة فيها التمر فيها الاعشاب الكلام ده صحيح. كله فدي برضو مبادرات بتتم صحيح بشكل بسيط سواء من خلال المجتمع المدني والاهلي صحيح. والجمعيات الاهلية. لا هناك العديد من المبادرات اللي وعايز اقول اللي بيزور سيوة صحيح صحيح. على اي حال استاذ محمد يعني اكيد في مبادرات كتير، احنا بنشكرك على كل هذه المعلومات. شكرا استاذ محمد عمران منسق ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون.